انا حصلت جو حلو، كل واحد طلع الحين اللي يبي يكنس سيارته، والطياره مره من فوق والطيور طلعوا برا. كنت ادور جو حلو علشان اقدر اصور، لكن ما فكرت ان صار الجو حلو الناس كلهم طلعوا من برا، حتى الطيور طلعوا من برا يسوون زعر. ما ادري ابدا ولا انتظر ذا يخلص يكنس سيارته، بس خوف انه يطيح مطر لان الجو اصلا ما في شانس، ما ادري ايش بيصير. بس يلا المهم اتوقع اني ابدا، وسامحوني على صوت الهواء وسامحوني على صوت الغراب او الطيور، فخلنا نبدا معاكم. اوكي السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن الايبود الجديد. وصلني قبل يومين لكن ما كانت الاجواء حلوه عندنا، حبيت اني اطلع برا اسوي الريفيو. اتوقع مليته اني اصور من داخل. ثاني شيء برضو ان بنتي موجوده داخل وازعاج وانتظرها تنام، ما بيها تطلع في الكاميرا وصوتها يطلع في الكاميرا، فقررنا اني اطلع برا. ونسيت اغراضي ونسيت حتى هذه اللي يسمونه ذا اللي يقصون كذا سكين. خليه فتحه وارجع لكم. طيب فتحت الحين رجعت لكم. الايبود تاتش، الايبود تاتش الكثير تمنى ابل انها تقتله، تمنى ابل انها توقف تصنيعه، تمنى يقولون انه ما في احد يستخدم الايبود تاتش الحين في السنه. بالنسبه لي الحمد لله ان ابل ما قتلته، لان الجهاز بالنسبه لي الان ماشي للان كويس، لكن ابل ما براضيه تسوي شيء في الجهاز كلش، ما ودها تسوي شيء، ما ودها تنزل تحديث، يعني ما يحتاج تفكرين في الجهاز اصلا. خلاص بس نقل اللي في الايفون 10، الايفون 10 اوكي، حطيه في الجهاز شكل جديد وخلاص، صار شكل جديد ويمشي الجهاز ينباع، خليه ب 400 عادي، قيمة الايباد ميني، ممتاز ما في شيء. لكن لا ما ودها ترفعه ومخليته للان 200، وهكت انا حتى فتح الجهاز، مخليته للان 200 دولار يبدا، ما في مواصفات ما في شيء، يعني الحين بوريكم الجهاز، حتى العلبة ما غيرتيه الى الان، يعني في الايفون يقول لك اوه الايفون ممتاز العلبة حقتها كلها 100% ريسايكبل، كلها بالكرتون، هنا للآن بلاستيك، حتى العلبة حقتها ما في شيء. الجهاز الأشياء اللي تفرق يعني هذا الجديد طالعنا، أوكي الحين بوريكم مغرنا، بس هذا الأبو التاتش القديم، هذا هو وهذا الجديد. شريت لون ثاني عشان في فرق يكون عندي، لو أني أترككم بالطاولة أعرف الفرق بينهم، لأنه ما في فرق أبد، يمكن أنه مضروب شوي هنا راح أعرف الفرق فيه. كجهاز قطع داخلية ما في فرق برضو القطع الداخلية إلا المعالج والرام تقريبا بس، والستورج يعني الذاكرة اختلفت الحين، بس هذا الجهاز هذا المواصفات خلاص عرفته وعرفت الشكل. تشوف مواصفات الايبود القديم أو شكل الايبود القديم في الريفيو، هذا خلصنا، ما ودها تسوي شيء أبل كلش. بس الحمد لله يعني أنا بعلمكم ليش سويت الحركة ذي، ما متحمس إني فتحه أصلا، مرمي في الغرفة تقريبا على المكتب يمكن يومين أو ثلاثة، ما متحمس ذيك الدرجة، ما حد أصلا متحمس، حتى في القناة قال لي إنه أسوي الريفيو. اوكي فتحنا هذا الجهاز على جنب، اللي داخل العلبه شنو هو؟ ستارت جايد، سلك شاحن، سماعه بس، سلك شاحن وسماعه، لو سماعه ترى 3.0 الان، ولو السماعه ترى 3.0 ذي ما فيها مايك، اوكي؟ معروف من اصلا من صنع الايبود ان السماعات حقتها ما يصير فيها مايك، فالمايك لمايك الجهاز ما راح تستخدم مايك السماعه. ابل ايش نزلت الجهاز؟ اوكي، نزلت الجهاز يا طول العمر، الايبود هذا وينه؟ رجعته. الايبود تاتش هذا ما راح يوصل له لايوس 13، فابل قبل ما ينزل المؤتمر باسبوع قالت اوه عندنا جهاز ما ينزل فيه لايوس 13 راح نوقف عليه، خلينا ننزل جهاز ثاني يدعم لايوس 13. خذوا الجهاز هذا نفسه بالضبط، شالوا المعالج الرام برضو، حطوا فيها معالج الايفون 7 ورام 2 جيجا نفس الايفون 7، ودي سوق بس. هذا هو الجهاز، كاميرا نفس الكاميرا نفسه بالضبط، يعني حتى الستيكر اللي قدام نفس، ما في فرق، على الاقل حطوا بصمه، ما في شيء. ال 3.0 الان موجوده، لو بتكلم عن مواصفات الجهاز طبعا، فكبدايه خلينا نفتح الجهاز اول شيء معاكم، نفس الحركه القديمه اللي ترفعها من هنا، اوكي، كبدايه نشيل الستيكر هذا، هذا الجهاز معنا. اوكي. طلعنا الجهاز، سكر، هذا الجهاز الجديد. هذا الجهاز الجديد. ابى اطلع لكم فرق الحين دقيقه. او صح في امريكا هنا شالوا الكلمات اللي تحت من الايفون 7 تقريبا او 6s، انه ما يحتاج يحطونها تقريبا. في السعوديه الان موجودين، ففي امريكا ما يحتاج يحطون هذيلي اختصارات، تقدر تشوفهم في الاعدادات تخش وتشوفهم. هذا الجهاز الجديد شريته من امريكا ما في ذا الشيء من تحت، هذا الفرق.
الشيء الحلو في الايبود تاتش الى الان بالنسبه لي حق الاطفال افضل من الايباد بالنسبه لي حق فئه من الاطفال. ما انصح الاطفال يستخدمونه اوكي، انا ما اعطي بنتي تستخدمه اوكي، لكن بالنسبه لي الان يعني جهاز حلو هالحجم، باقي بس ابل تسويه بدون حواف وتنزله فيكون هذا الايفون اس اي، قصدي يعني كحجم، يعني صرت بتشوف الحجم الجهاز والشاشه، حجم الشاشه نفس حجم الايفون 5 اس، الاس اي نفس الحجم. الكاميرا لا، كاميرا الايفون 5 كاميرا استغفر الله، يعني اوكي ابل نزلت ذي الجهاز جديد على الاقل غيرت الكاميرا. اذا خليت المعالج الايفون 7 والرام رام الايفون 7 حط كاميرا الايفون 7، ما راح نقول كاميرا الايفون 8 ولا شيء، كاميرا الايفون 7 بس، لا خليتها كاميرا قديمه برضو. راح اسوي فيديوهات تشوفون كيف التصوير، راح اسوي فيديوهات معاكم تشوفون كيف التصوير، راح اسوي فيديو دردشه على الطاير نسويها، بسوي كامل حق الايبود الجديد هذا كاميرا الأمامية، وفيديو ثاني كاميرا الخلفية، بسوي لكم فيديو ثالث برضو مقارنة بالكاميرتين الاثنتين القديم والجديد. طبعا انا شغلت الجهاز مثل ما اشوف جاني هنا سيت اب، اني اضغط اوكي هنا ويصير السيت اب الجديد، يعني تنتقل معلومات، هذه حركة جديدة في الاي او اس يلافن تقريبا نزلت او 12، لكن ما ابي انا كذا، انا ابي الجهاز استخدام جديد ما راح انقل معلوماتي فيه. فنتكلم عن مواصفات الجهاز اوكي، مواصفات الجهاز بالايفون الجديد بنقارنهم بالاثنين. نبدا بالايفون القديم، الايفون القديم كان المعالج فيه الاي 8 نزل تقريبا في 2015 والرام حقه 1 جيجا، الجديد اي 10 الفيوجن اللي مع الايفون 7 وتقريبا رام حقته برضه 2 جيجا. الذاكره الداخليه حق الجهاز القديم كان يبدا من 16 32 64 128، الحين الجديد لا يبدا من 32 128 256 بس. الكاميرات نفس الكاميرات بالضبط، الكاميرا الاماميه 720 تصور 1.2 ميجا بكسل اثنينهم، الكاميرا الخلفيه تصور 1080 8 ميجا بكسل اثنينهم نفس الشيء، الواي فاي نفس الواي فاي، البلوتوث نفس البلوتوث. هذا القديم كان يدعم البدايه الاي او اس 8.4 الين الاي او اس 12، ما راح يزيد ما راح ينزل على الاي او اس 13. الجديد راح يدعم الاي او اس 12 اي او اس 13 يمكن بعد سنه او سنتين قدام بس. هذه الفروقات كلها ما في اي شيء، يعني اوكي الايفون القديم ما تقدر تسوي جروب كلمات فيس تايم جماعيه، الجديد تقدر تسوي كلمات فيس تايم جماعيه فقط. القديم يبدا من 200 دولار الى 400 دولار، نفس الجديد يبدا 200 دولار يوصل 400 دولار، ما في فرق. بس هذا الجهاز، هذا المواصفات، هذا كل شيء. طيب من اللي يشتري الجهاز؟ اذا كنت ما ادري، هل في ناس يحبون الايبود، اذا كان عندك الايبود تاتش القديم يستاهل انك تحدد الجديد. ترى المعالج صح انه محط معالج جديد، لكن في فرق، راح يكون في فرق وراح تشوفون في المراجعات والمقارنات بينهم اثنينهم، راح اسويها لكم. ليش؟ لان الايبود ما يبي له ذاك الاداء ويكفي على المعالج الجديد او الاداء حق الايبود. اذا كان المعالج اللي على الايفون 7 نزل عليه ممتاز جدا، في فرق في استخدام بقوه، شفت مقارنات وشفت كل شيء. فراح نشوف يعني كمعالج، اذا كان عندك الجهاز القديم وتبي تشتري الجديد، اذا صرت تبي تكمل معك الاي 13 اوكي، اذا كان لا تعطي معطي طفلك ما يحتاج تغير اصلا، الالعاب شغاله عليه كويس وكل شيء، ما يحتاج تحدث حق طفلك اوكي. هذه الفروقات، هذا كل شيء. الميزه فيه طبعا الكل يعرف انه في الايبود تاتش، اعلمك اجهزه ابل كلها في الايباد وفي ابل بنسل الجديد والايبود، تقدر تكتب عليهم من الخلف مثل ما نشوف. بس في امريكا، فهذا حساب المتجر تقدر تشتري من هذا المتجر، يوصل امريكا، يوصل امريكا، انت في امريكا ليش تشتري منه؟ يوصل جميع انحاء العالم. طبعا ما باللي قلت لكم السعر ب 200 دولار راح تشتري انت 200 دولار، لا، المتجر مو متجر ابل، حتى لو متجر ابل السعوديه راح يبيع لك بسعر اللي في امريكا راح يبيع لك سعر. الحين اللي قلت لك عليه 200 دولار هذا قيمه الجهاز، حطيت الادرس حقك تشتري تزيد ضرائب اوكي، في ضرائب زياده، انت في السعوديه تجي تشتري في قيمه الضريبه المضافه بعد ما تشتري الجهاز، فشريت ال 200 دولار باقي تحط الضرائب، حط الضرائب باقي الشحن للسعوديه او جميع انحاء العالم، يعني الشحن باقي عليك انت بالدفعه. فالاسعار اللي موجوده في الحساب هذا اللي في الانستغرام شامله الضرائب، شامله كل شيء، فلا تجي تسال في الانستغرام او سعره في ابل 200 ليش انت تبيعه اكثر؟ ابل 200 تبيعه بس باقي الضرائب، باقي كل شيء ما محطوط اوكي؟ فشغلت الجهاز معاكم، هذا هو جهاز، ما في شيء، جهاز ممتاز، ما ادري كيف تقارنون فيه. الهيدفون جاك، السبيكر ما اتوقع انه صار افضل، راح نشوف معاكم قدام في المقارنه في الفيديو الثاني المقارنه. هذا بس استعراض الجهاز، استعراض العلبه اللي شفتوها، ما في شيء. لون الجهاز، الالوان اتوقع ما قلت لكم الالوان، الالوان الجديده فيها الرصاصي والذهبي والسيلفر، رصاصي وسيلفر ايش فيني انا؟ فيها الرمادي والذهبي والرصاصي والوردي والازرق اوكي، هذا اللون الازرق، وفي اللون الاحمر برضو، هذا اللون الاحمر يعتبر نفسه. فهذا الخمس الوان او الست الالوان، ما قمت احسب برضو. بس هذا الفيديو، ما
بصور لكم صورتين الحين، بعدين بسوي لكم فيديو كامل عن ميزات وعن كل شيء، وتشوفون تصوير كامل اللي بيتكلم عن كيف التصوير كيف كل شيء. خلنا نعطيكم صورة من هنا تنزل في القناة، صورة ثانية هنا، هذا الصورة الخلفية طبعا كيف بدون ما تشوفون. أنا أعطيكم سيلفي مع بعض، باقي صوت المايك، باقي التسجيل، ففيديوهات ثانية راح تشوفون كل شيء. بس في نهاية الفيديو تنسوا اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. وقبل ما حد يجي يسألني يقول لي ينزل السناب شات، ينزل الانستغرام، النظام علي iOS، أوكي؟ كل شيء اللي في الآيفون ينزل. أبل تقول لك جهازك الآيفون النظام نفسه في الآيبود تاتش، كل شيء ينزل. إلا على الشركات نفسها، مثلا شركة واتساب تقول لك ما بي الواتساب ينزل في الآيبود، أوكي؟ كيفش؟ فالواتساب إلى الآن ما ينزل في الآيبود. تقدر تنزله بطريقة غير رسمية بجلبريك ولا شيء ذا كلها، لكن إذا حبت واتساب في المستقبل توقع أن طلعت سيبت أن بتنزله. إذا حبت في المستقبل ينزل الواتساب على الآيبود راح ينزل. هو النظام نفسه نظام الآيفون بالضبط. يعني أنا الحين بنزل فيه لايو 13، فراح يكون نفس الآيفون حقي. أوكي هذا أول طيحة سجلوها، أوكي؟ بس سناب شات ينزل فيه، أوريكم والله بالدليل يعني، لا تقولون لي بعدين أوكي هذا سناب شات، أوكي؟ شوف سناب شات نازل عليه. واضح لو واضح خلا أقوي الشاشة. هذا سناب شات شوفوا موجود عليه. واتساب ما ينزل الآن. أبل ستور موجود فيه، أبل ستور يعني شغال ما في شيء نفس الآيفون. بس ما بيطول عليكم زيادة، خدناها يعني دردشة. فانتظروني فيديو ثاني بسوي لكم تسجيل الفيديو، لا من خلال الكاميرا الخلفية الأمامية، خلا لحق لأن قام يطيح مطر شوي. وفيديو ثاني عن الأداء اثنينهم، راح نشوف سرعة الجهاز في الإقلاع، فتح الكاميرا، الأشياء ذي كلها. نهاية الفيديو تنسوا اشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع، تعليقات تحت تهمني. السلام عليكم. أول بيتكلم عن البطارية، بطارية مو بذاك الأداء القوي، ما كبروها ما غيروها من الآيبود تاتش الجديد القديم، لكن بما أنه معالج جديد فلازم راح يعطي أداء أفضل في البطارية، فأداء أفضل لكن بيعطيك كثير. لا تتوقع أنه تاخذ من أكثر من 3 ساعات 4 ساعات، يعني لو وصل عندك 4 ساعات فهذا شيء ممتاز. بطاريته أداها ضعيف كآيبود، يعني ما بذاك الأداء في البطارية. بس الصوت راح نقارنه معاكم في الفيديو الجاي، المقارنة بين الآيبود القديم والآيبود الجديد، فخلوكم معي.